اليوم متوجهين إلى مسجد الفاتح. مسجد الفاتح يعتبر أكبر مسجد في البحرين، يتسع إلى 7000 مصلي. بنلاحظ الكتابات الموجودة في المسجد هي بالخط الكوفي، وتم افتتاح المسجد عام 1988. إذا رحنا هناك بنتعرف عليه أكثر. عندنا الشندلير مستوردة من النمسا، تملك 3.5 طن. كما يمتاز الجامع بأكبر قبة مصنوعة من الفايبر كلاس على مستوى الشرق الأوسط. في دلمون الأخيرة اللي هو كانوا يستعملون الأختام الأسطوانية. هذا يعني شيء نموذج بسيط له حق الأختام اللي كانوا يستعملون، كل واحد يتميز عن الختم الثاني. طبعاً في أسطورة جلجامش كانوا يحكونها سابقاً، يعني في عندنا جلجامش يجي لمملكة دلمون بإمام في وجود زهرة كان موجودة في قاع البحر، فهو أخذ الزهرة هذا عشان أن الزهرة بتخلده وبتعيد الحياة وبتعيد له شبابه.